مرحبا، وكل عام وأنتم بألف خير، ولبنان وأستراليا والعالم أجمع يا رب بالخير وبالسلام وبالمحبة. أنا أول شيء خليني أقولكم أنه أنا حابة بلش أول فيديو من العام الجديد 2022 وأقول ألف مبروك للسيدة رشالي اللي ربحت معنا الجيفاوي جيفت مثل ما أنتم بتعرفوا، وهي كانت بس عبارة عن جاست صغير مني ككونسلتنت مبتدئة اني شجع واقول شكرا لكل الفيورز يلي شافوا الفيديوهات تبعولي. والسيدة رشال، بس خليني افرجيكم بشكل سريع، ربحت معنا مثل ما انا حطيت قبل بالفيديو فاوتشر للفيشل معي من مجموعة نيوتروماتكس، وهي تقريبا بقيمة $50، وكمان ربحت مجموعة قيمة من منتجات نيوتروماتكس يلي هن بقيمة أكثر من $150 بالحقيقة. بس خلوني أفرجيكم بسرعة المنتوجات يلي حبيت أنا أحطهم سوا كبوكي لإلا. هيدا هو اللوفا شاور جيل يلي هو على المشمش كمان، وفي بقلبه مستخرج من زيت الألمند أو اللوز، وهيدا كتير بيساعد على تغذية البشرة من المنتوجات الطبيعية والمكونات الطبيعية مثل ما صرتوا بتعرفوا، وكمان بنعم البشرة وبيغذيها. كمان مع هذا الشاور جل طبعا لازم لها هي ليفة، هيدي مثل الكف وهي من الألياف الطبيعية تجي معه. وكمان لأنه هيدا كمان مشان يساعد على جمال الست والآنسة أكثر، هي هيدا من مجموعة نيوتريتش وإنستنت راديانس بيوتي بالم. مثل ما بتعرفوا او رح تتعرفوا انه البالم نستعمله لما نكون خلصنا سكين كير وقبل ما نحط الميك اب، هيدا بيعطينا، ممكن نستعمله قبل المويسترايزر او من دون مويسترايزر او بعده، وهيدا قبل الميك اب بيعطينا مثل نضاره وبيعطينا ترطيب سريع وبيعطينا هيك يعني جلامور كتير حلو قبل نحن قبل ما نحط الميك اب ليبين الميك اب تبعنا احلى. فهذا كمان عادة السيدات بيستعملوه اذا كان عندهم سهرة او كانوا تعبانين بالنهار وما بدهم انه وجههم يبين عليه التعب. فهذا كمان هدية من مجموعة. كمان ورا الشاور اكيد لازم نحن نهتم ببشرتنا وبجسمنا، فكمان انا اخترت من مجموعة نيوتريتش نوريشينج بودي باتر يلي هي كمان فيها شيا سيدز وفيها كمان زيت الكيرنل او المشمش، وهيدي كمان بتشتغل على تغذية البشرة، على حمايتها، على الترطيبة وعلى تنعيمها وتمليسها مثل ما بيقولوا، كمان لتكون اطلالة هالسيدة حلوة. وهي السيدة رشال كتير حلوة من دون برودويات يعني، بس هيدي بتزيدها جمال. كمان من هيدا الهدية تبعها انا حبيت انه دايما يكون في المنتوج السحري هو نيوتريتش اويل، وهيدا هو الحجم 25 مل يلي مثل ما صرتوا بتعرفوا عنده كتير استعمالات فوق 30، وشي مرة بس بنعمل فيديو صغير عنه وعن استعمالاته 30، هيدا وعد. اوكي، فهي كانت مجموعة الهدية يلي حبيت اني اعطيها من نيوتريماتكس للرابحة معنا. اوكي، الف مبروك يا رشاد، وان شاء الله بشوفك قريبا مثل ما حكينا. اوكي، هيدا الفيديو انا حابه فيه ان شوي نعمل يعني تقدم بمرحله المعرفه عن المنتوجات وكمان عن تثقيفنا عن معلومات صغيره. انا بين هلالين بدي اقول انه انا مثل ما قلت لكم اني كونسلتنت او مستشاره جديده بنيوتريماتكس صار لي تقريبا شي شهرين ونص، ولكن كل يوم وكل ما حضرت سيمينار او ويبينار هلا وقريت اكثر وتبحرت اكثر بالمعلومات عم بتعلم، واللي عم بتعلم وعم حاول اني مثل العاده اني شارك معكم، ويعني ان شاء الله يا رب هالمعلومات تكون عم تفيدكم لو 1%. اوكي، نحن كنا بلشنا بسنه الماضي نحكي عن مجموعات المنتوجات من نيوتروماتكس، حكينا عنهم كلهم بفيديو، ورجعنا بلشنا باول مجموعه اللي هي الفيراري حكينا عنها وفصلنا، عملنا فيديوهات ثانيه بتحكي عن كيف بنحطها او كيف بنطبق السكين كير او العنايه بالبشره الصباحيه، وكمان كيف نهتم بالبشره تبعنا المساء. حكينا شوي عن الميك اب. هلا انا حابه احكي عن مجموعه اللي هي مثل ما قلنا لوحده منا مجموعه تعنى يعني ببشره معينه. هيدي المجموعه اللي هي اسمها الترا كير تريتمنت تارجتد تريتمنت،
يلي مثل ما حكينا انه هي مجموعة بتسعف بكل المنتوجات تبعها يلي هي بعدها بنشتغل فيها بالصبح وبعدها بنستعملها مساء لحتى تسعف في المجموعات التانية بأهداف محددة مركزة معينة تساعدنا بالخطة اللي حاطينها للعناية ببشرتنا. اوكي رح اعرفكم عليها بشكل سريع، وبعدين اليوم انا حابة اني اختار منها 4 منتوجات، 2 منهم اوريدي انتم بتعرفون وحكينا عنهم سابقا، بس رح نرجع نحكي عنهم اليوم ونقول معلومات زيادة وأدق عن كيف بيساعدوا، وكمان رح يكون في فيديو تاني ورا هيدا صغير هو للتطبيق ولتشوفوا كيف رح استعملهم بالعناية ببشرتي. الحقيقة أنا اليوم ب1/1/2022 حابة أني بلش العناية بالفيتامينات ببشرتي وفرجيكم معي كيف رح نشتغل. اليوم قلت 4 من هذه المجموعة رح نحكي عنهم المنتوجات، ولكن بوعدكم انه فيديوهات تانية رح نحكي عن المنتوجات التانية كيف بتساعدنا، كيف الكومبينيشن او كيف ممكن نحطها مع شيء تاني وتعمل فعل وتساعد البشرات. اوكي كمان انا حابة بهذا الفيديو اني سلط الضوء على كل شيء نحن ممكن نستفيد منه من العروضات الجديدة. مثل ما بتعرفوا هلأ كمان في كتالوج للعام 2022 جديد نزلته نيوتروماتكس، يلي منكم عندهم الإيميل أو بفوتوا على الويب سايت ممكن يشوفون إلكترونيا هناك، وأنا كمان رح أحاول أحط هيدا اللينك بالفيديو تبعي تحت بالديسكريبشن، وكمان أنا ما عندي للأسف هلأ هارد كوبي منه، بس رح أحاول أني قد ما فيني أعطيكم معلومات دقيقة من الكتالوج الموجود عندي تبع سنة الماضي مع الأسعار الجديدة هلأ السنة، وهي ما بتخوف يعني أسعار أنجا يمكن دولار أو دولارين فرق. أوكي وكمان نزلوا هني البيوتي كولكشن سامر سيت اللي هي من 1/1/2022 لحدود 31 آذار 2022 بكل الأوفرات يلي موجودة حاليا، ويلي فيها كتير تركيز على مجموعة الألترا كير كيف نستعملها مع منتوجات من مجموعات تانية. اوكي خلينا لكن دغري نبلش ونحكي عن هدول المنتوجات يلي بدي اعرفكم عليهم. اوكي اول شيء خليني اخبركم انه في عنا المويسترايزنج سيستم يلي هو هيدا المويسترايزنج سيستم، وهو مثل سيروم الحقيقه نحن بنستعمله لحتى نزيد ترطيب البشره ونساعدها، مثل ما حكينا انه 1000 مره هيدا بيساعد بالتركيز تبعه لترطيب البشره اللي كثير ديهايدريتد او جافه ومقرقده مثل ما بنقول. اوكي كمان في عندنا الاكوا سبلاي بوستر. الاكوا سبلاي بوستر هو مثل مويسترايزنج كريم نستعمله كمان لنفس الاهداف، ورا ما نكون نحن استعملنا هذا السيروم اللي حكينا عنه اول واحد، المويسترايزنج بيجي لحتى يعمل بالانسينج او يعمل اتزان للرطوبه اللي موجوده ببشرتنا، يحافظ عليها يساعدها ويساعد كمان عمليه انتاج الكولاجين هالبروتين اللي بيكون موجود بالديرمس اللي هي الطبقه الوسطى، وليساعد على انتاج خلايا جديده. اوكي لكن كمان عندنا للاسف انا ما فيني فرجيكم اياه لانه هلا طلبته بس بعد ما وصل، هو والاي اتش اي كومبلكس ريفايننج سوليوشن. هيدا المنتج هو بيساعد كمان على تنظيف على اعماق البشره، يعني نحن شفنا المايكرو ديمابريشن يلي هو مثل سكراب ورح نرجع نحكي عنه هلا، بيشتغل بطريقة حبيبات رملية بتساعدنا على يعني فيزيكال إذا بدكم جسديا كيف نحن احتكاك جسدي مع البشرة كيف بنظف الخلايا الميتة، ورح نحكي كمان عن شيء تاني. هيدا نفس الشيء الـ AHA هو كومبلكس، هو كمان مثل المايكرو ديمابريشن بيشتغل على الاكسفوليشن او على تنظيف، ولكن هو ليكويد يعني هو مائي وتركيبته هي كيميائيه، يعني بتشتغل لحتى تساعد البشرات اللي هي كثير صعبه صار في عليها تكليس بيقولوا له من الافرازات الدهنيه اللي بتصير وصار صعب ان ننظفها، او يعني الحبيبات تبع المايكرو ديمابريشن تساعدها لوحدها. فهيدا المنتج بيساعد، وهذا المنتج الحقيقة ما فينا نستعمله نحن أكثر من أسبوع، وبكرة وقتها بنحكي عنه، نستعمله أسبوع ونرجع منريح 4 أسابيع لنرجع نستعمله.
بينما المايكرو ديمابريشن مثل ما صرتوا بتعرفوا فينا نستعمله من مرة لمرتين أسبوعيا، وكل وحدة كل ست بتعرف إذا بشرتها عم تتحمل هذا المنتج أو يمكن عملت رياكشن عليه أو أنه مش مناسب لها. وهذا ما بيعني أنه منتوجات نيوتروماتكس مش منيحة، بس مثل ما بنعرف مش كل المنتجات بتناسب كل أنواع البشرات. بنرجع نيجي للسوبر سوبر سي أند ريتينول سيروم يلي هو هيدا، وهذا حكينا عنه نحن قبل بحلقة أو قبل الفيديو كان عليه كمان أوفر هو وديو أكتيف. هيدا هو سيروم، هلا مثل ما رح نشوف بعد شوي لأنه هو رح أحكي عنه أنا اليوم اخترته. هو بيساعد لماكسيمم يعني راديانس أو إطلالة أو إكلا أو يعني يعطينا إشراق حلو للبشرة. هو في أهم من هيك إنه في السوبر سي يعني الفيتامين سي موجود فيه، حكينا عن الريتينول كمان وقد إيه بيساعد على تجديد خلايا البشرة. وهو هيدا السيرم بنستعمله بشهر، نرجع نرتاح شهر من وراء التريتمنت أو العلاج، وبنرجع بنكمل نستعمله إذا ناسبنا طبعا. هذا السيروم هو بنستعمله نحن بالليل، الستات اللي عم يستعملوا بالعناية تبعيتهم المسائية سيروم بيوقفوا هذاك السيروم اللي بيستعملوه عشية أو المساء وبيستبدلوا بسوبر سي أند ريتينول سيروم، وهذا لازم نستعمله كمان بشكل يومي لمدة 4 أسابيع مثل ما ذكرت. اوكي، وراح نحكي نرجع بالتفصيل اكثر عنه. هلا بيجي عنا الالترا هيدريشن او ترطيب الالترا يعني الاكثر. هون عم بيحكوا عن الهايدريتنج بامبو شيت ماسك يلي هي لكل الوجه، هو هيدا. اوكي، هذا بيجي علبه فيها 4 ماسكات، وهيدي بتجي الماسك الحقيقه بقلبها كل المواد اللي المفروض نحن نحطها ونرطب فيها بشرتنا، فكل شيء بنعمله بيكون عنده مثل الماسك يعني مثل ما بتعرفوا تجويف على العينين وعلى محيط التم، وبنحطه لمدة 15 دقيقة. هو بيشتغل بيعمل فعله، وبنرجع بنشيل، بنرجع بنتأكد انه بقية المنتج او المواد فاتت على البشرة تبعنا، وهذا هو شغله. كمان هذا عادة بنستعمله لما بيكون عندنا سهرة، لما بيكون عندنا ظهرة، لما بيكون عندنا مقابلة اوكي ونحن تعبانين، فهذا بيعطي بوست او بيعطي يعني اسعاف سريع للبشره تغري تبين ترجع لنا هي ملسه حلوه بيضه بمعنى يعني افتح. اورايت، كل البشرات جميلين جدا جدا، وانا كثير شخصيا بحب البشره السمراء وكثير بحب الفاونديشن اللي معمول لها. بدنا نرجع لموضوعنا، هذا الماسك هو مثل ما قلت بيساعد بطريقه فعاله وسريعه، يعني تقريبا بنص ساعه بنكون شفنا نتيجة كتير كتير كويسة. بيرجع عنا الليب بلومبينج كريم يلي صرتوا شايفينه كذا مرة وحكيت عنه أنا بستعمله. هذا الليب بلومبينج كريم كمان بيساعد على إعادة تغذية الشفاف، بشرة الشفاف، تركيبة ترطيبة، كمان بيخليها تعطي هال يعني هيك قماشة تكون مالسة تلطيفة، وكمان أهم من هيك لبعض الستات بيعطي مثل تخويخ للشفاف او هيك فعل 3D، فهذا كمان شيء حلو. سو هذا هو الفولر ليبس. بيرجع عنا الماسك اللي هو اسمه كلاريفاينج كلي تريتمنت، وهو ماسك هو هيدا الماسك، ورح نحطه بفيديو تاني وتشوفوا شو هو المفعول تبعه. هو كمان في كتير تركيبته فيها كتير مواد بتساعد، فيها الناتشورال كلي أو المواد الطينية الطبيعية يلي هو كمان بيساعد على مش بس شد البشرة ترطيبة. صرنا بنعرف إنه كل المنتوجات تبع نيوتروماتكس فيهم كل هالعوامل، الترطيب والتغذية وكمان يعطيها نضارة للبشرة، بس هيدا شغله على شد الوجه بمعنى كمان المسامات الكبيرة بشدة، وخاصة للبشرة الدهنية أو عندها مشاكل مثل حب الشباب أو مثل الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء ورح نحكي عنه. هذا بيساعد بطريقة عجيبة إن الوجه والبشرة كمان. عندنا السموذنس أو التمليس يلي هو صرنا بنعرفه نحن بالمايكرو ديمابريشن.
خلوني بس احكي عن المايكرو ديمابريشن، شيء انتم جديد عليكم. المايكرو ديمابريشن لما بنستعمله مره او مرتين بالاسبوع، هو وظيفته الحقيقه مش بس انه يشيل الخلايا الميته اللي هي بنشوفها على الابيديرمس او على الطبقه الخارجيه من البشره، هو كمان عنده وظيفه كتير مهمه انه ينظف المسامات يلي موجوده بمساماتنا يلي بتكون عاده شوي مفتوحه اكثر، واسعه او كبيره، وبتسبب لنا مشاكل كثيره بفعل هالوسع تبعولها. فالمايكرو ديمابريشن بحبيباته بيشيل يعني الشوائب، او ممكن يكون البكتيريا اللي بعدها عم تحاول تفوت، او حالة التهاب ممكن بده يبلش غير الشوائب الثانيه يلي هي افرازات دهنيه او باقي العوامل البوليونت يعني البوليوتنس عفوا يلي هن التلوث بالنهار. فهو بيساعد على تنظيف هيدي المسامات وعلى شدها، وهذا شيء كتير كمان منيح، لأنه بالطبقة الخارجية للبشرة تبعنا هي إذا بدكم فيها 5 مستويات، وخاصة لما بتشوفوا بجسمنا البشرة السميكة، يعني مثلا كعب الإجرين أو هون بالكف، بدي اياكم تتخيلوها مثل كأنها درج. يعني نحن بس بنشوف الطبقة الخارجية منها، ولكن هي عدة طبقات تشتغل سوا، لحتى من وقت ما بتتكون الخلايا الجديدة بلش تتفشى تتفشى تتفشى. أوكي، نحن قلنا أنه كل 28 يوم لما بنكون بالعشرينات بلس بيصير في عنا تجديد للخلايا، وهي العملية الدفش يلي بتصير كمان من بسبب البروتين يلي موجود، الكولاجين والإلاستين والخلايا الدهنية، وكمان الجلانز الموجودين كمان تحت للترطيب يلي هن الغدد كمان هولي، بيحاولوا بكل هالميكانيزم انه يدفعوا هالخليه الجديده لحتى تطلع وتبين على الوجه. ولما بتطلع بتصير هي عم تعتر اكثر اكثر لتصير خليه ميته وبترجع بتتجدد. لما نحن بفعل العمر او بفعل عدم العنايه بالبشره وعوامل طبيعيه ثانيه، هذا الشيء بيخلي هالعمليه تبطا، ومثل ما قلنا ما بتصير تنعمل ب 28 يوم، بصير بدها وقت اكثر وبصير بدها مساعده اكثر. وهون دور هذا السكراب او المايكرو ديمابريشن انه يساعدنا بتنظيفها لحتى يخلي البشره الخارجيه ترجع تسمح بمرور هالمواد اللي بدنا اياها لحتى نساعد ونغذي البشره تبعيتنا. اوكي، هذا كان شغل المايكرو ديمابريشن. نرجع عنا الـ SPF العالية يلي صرتوا بتعرفوها بالسمارت شيلد. والسمارت شيلد بدي أقول ارجع، إذا حدا حب إنه يستعمل ولازم يستعمل السوبر سي أند ريتينول سيروم، مفروض دايما بس نستعمل فيتامين سي أو حالة فيتامين نستعمل بنهار واقي يعني للشمس، وهو لازم يكون 50 SPF يعني عالي لحتى يحمي الجلد تبعنا، ولحتى ما يخلي يعني اليو في يلي هني في عنا اليو في الايجينج ريز، وعنا كمان البيرنينج ريز. البيرنينج ريز هني يلي بيحرقوا البشرة أو بيتركوا هالكلف أو تغيير يعني أو التان، بيسببوا التان هني بفعل الميلانين الموجود حتى كمان بداخل البشرة الطبقة الوسطى. فنحن حماية مثل ما اسمه بيقول شيلد، يعني الترس يلي بيحمينا من هالأشعة اليو في العالية. وكمان في عنا الأشعة اليو في اللي حكيت عنها الايجينج ريز يلي هي بتشتغل على الأسيد الموجود أو الأسيد المنتل أسيد يلي موجود كمان بالطبقة الوسطى، ورح نحكي عنه بعد شوي. اوكي، فهيدا بيخلينا ان نحمي بشرتنا. وطبعا عنا المويسترايزنج افكت يلي هو وظيفته ككريم للنهار. هيدا حكينا عن السمارت شيلد بروتكشن يلي هو كريم، وزيت الوقت ان سان بلوك. اوكي، هيدا كان كل شيء بدي اخبركم اياه عن هالمجموعه. هي المجموعه، وبعد في شيء تاني هي الحقيقه كمان مثل عندنا مثل الماسك يلي هو اسمه هايدريتينج بامبو شيت ماسك، عندنا ماسك تاني للعيون هو اسمه اي انستنت ريكفري اي ماسك، بزيت مثل الوظيفه الماسك هيدا، هو بس للعيون وكمان بيجي
بيجوا هن مثل باتشز يعني مرطبين بالمواد اللي لازم تساعدنا. ما قلنا غير بس نحطهم هون مثل ما مرسوم عليهم، بنحطهم على تحت العين اوكي، بنربط عليهم، ننطر ربع ساعة وبنكون نحن جاهزين ان ندخل المواد، نكمل حط الميك اب تبعنا وننطلق. وكمان مثل ما حذرته اكيد انا انه هيدا وظيفته انه يعطي بوست سريع، انه يساعد البشره والعيون اذا كان في عندنا هالبافنس يعني هيدا الامتلاء هون او التورم بالعيون او بالجيوب هون تحت العيون، عندنا السواد، عندنا تعب، اوكي هذا بيساعدنا انه يشيله يرطب سريعا، يعطي هال يملس البشره ويعطي هالاطلاله الحلوه قبل ما نحط الميك اب او البالم تبعنا كمان. اوكي هذا كان كل شيء بدي اخبركم اياه عن هالمجموعه. انا رح وقف هيدا الفيديو هلا لحتى اعطيكم بفيديو تاني ورا هيدا كيف نحن من فعليا وتطبيقيا نشتغل بهدول المنتوجات بالعنايه للبشره تبعتنا. وهلا رح بلش بالعنايه للبشره المسائيه. اوكي تشاو.